نعود إلى ملف بيلاروسيا. ينضم إلينا من موسكو يفجيني سيدروف الباحث السياسي عبر سكايب. أهلا بك سيد سيدروف. سيد سيدروف، تحويل مسار طائرة مدنية وإنذار خاطئ، يبدو أن الموضوع لا يتوقف في هذا المدار. بدأت التداعيات والتلويح بالعقوبات، كيف تقرأ هذه التداعيات في هذا الملف؟ نعم، مساء الخير لك وللسادة المشاهدين. بطبيعة الحال هذه التداعيات تمثل أيضا تحديا من قبل الدول الغربية لروسيا التي تعتبر أكبر حليف لبيلاروسيا. ولكن من يعتقد أن روسيا تتضامن مع بيلاروسيا بسبب تعاطف مثلا الكريملين مع الزعيم الروسي أو شيء من هذا القبيل هم يخطئون، لأن بيلاروسيا والاعتبارات الجيوسياسية تعتبر بوابة غربية بالنسبة لموسكو، وبالتالي لا يمكن لموسكو إلا أن تمارس علاقات قوية مع بيلاروسيا، لأن فيما إذا تغيرت مثلا سياسة روسيا تجاه بيلاروسيا جارها الغربي فإن ذلك قد ينطوي على خطر تحول بيلاروسيا وزعيمها إلى الغرب، وبالتالي موسكو لاعتبارات جيوسياسية لا يمكنها إلا أن تتصرف كما تتصرف الآن تجاه كل ما يحدث في بيلاروسيا. حتى لو قامت بيلاروسيا بأعمال تخالف الأعراف والقانون الدولي. لا شك أن ما تقوم به بيلاروسيا إذا ثبت أنها تخالف بالفعل لأعراف القانون الدولي سوف يلقى ذلك تقييما موضوعيا من قبل موسكو، ولكن موسكو تعتقد بأن ما تم جمعه من ما يسمى بدلائل تشير إلى مخالفة بيلاروسيا لأحكام القانون الدولي ليس بأمر مقنع بالنسبة لموسكو، وبالتالي روسيا لا تعبر عن نفس الموقف الذي تعبر عنه الدول الغربية أيضاً في استنكارها والتنديد سيد ببيلاروسيا. سيدروف، ثمة عقوبات على الطريق من الاتحاد الأوروبي وأيضاً من واشنطن، ما أهميتها وخطورتها برأيك؟ أنا أعتقد بأن هذه العقوبات لن تكون أولا قوية جدا، لأن العالم كله ولا سيما الدول الغربية حليفة حلفاء الولايات المتحدة هي بانتظار نتائج لقاء قمة مرتقب بين الزعيمين الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن، وربما بعد لقاء القمة هذا وبعد ما سيكون معروفا نتائجها ومخرجاتها سوف تشدد بعض الدول الأوروبية من عقوباتها تجاه بيلاروسيا، ولكنها الآن لن تقدم على مثل هذه الخطوة ولن تكون ربما هذه الإجراءات قوية لدرجة أنها ربما تؤثر على الأجواء التي يجب أن تسود لقاء القمة الروسي الأمريكي. ولكن يعني سيد سيدروف، أنت هنا تدفعني للتساؤل في ثلاث نقاط. لماذا لا تقدم قبل القمة وتكون هذه العقوبات أوراق بيد بايدن، كما يحاول بوتين استخدام هذا الملف كأيضا أوراق ضد واشنطن وضد الاتحاد الأوروبي؟ لا شك أن لكل زعيم من الزعيمين ستكون هناك أوراق لصالحه. بالنسبة لموسكو إذا أخذنا مثلا تاريخ الماضي القريب ورقة قوية جدا، وهي أن حلف الناتو مثلا الذي وعد بعدم توسع سقوفه والاقتراب من الحدود الغربية لروسيا لكنه خالف هذا الوعد وأصبح يتخذ إجراءات تشكل خطرا على أمن روسيا، وهذا ما يلزم ربما روسيا بتقوية صلاته وعلاقاته مع بيلاروسيا. يعني أيضا سيد سيدروف، ألا توافق على بأن العقوبات من الاتحاد الأوروبي تقلق روسيا بالفعل، لأن الغاز الروسي كما نعرف يمر من بيلاروسيا إلى الاتحاد الأوروبي وبالتالي سوف يؤثر على اقتصاد مينسك، وبالتالي أيضا ثمة تداعيات على روسيا، كيف يمكن روسيا التعامل مع هذا الأمر؟ هذا صحيح تماما، وكما قلت الاعتبارات الجيوسياسية هي تجبر روسيا على أن تدفع ثمنا لما يحدث بما يتعلق ببيلاروسيا ولا سيما التطورات الأخيرة المتعلقة بالقبض على معارض بيلاروسي بحجة أن هناك قنبلة موضوعة على متن طائرة، كل هذه الأمور معروفة.
لكن روسيا مضطرة لأن تدفع ربما اقتصاديا تلك الخسائر التي تتكبدها بيلاروسيا جراء هذه العقوبات. طيب روسيا يعني كما نعرف بأنها لا تصل إلى نقطة لتدفع فواتير دول أخرى، وبالتالي كيف سوف تتعامل حتى تتفادى دفع هذه الفاتورة؟ ونحن ننتظر قمة الشهر المقبل في جنيف مع جو بايدن. لا، نحن هنا فيما يتعلق بدفع فواتير الآخرين لا يمكن أن ننسى أن هناك دولة اتحادية روسية بيلاروسية. طبعا هذه الدولة هي ربما نوعا ما شكلية، ولكن هناك علاقات قوية فيما يتعلق بالاقتصاد وغير ذلك من الأمور. هذه الوحدة يعني لم تحقق الاندماج الكامل، فهذا ما يولد الأقاويل والشائعات بأن روسيا ربما ستبتلع بيلاروسيا. أنا لا أعتقد بأن هذا سوف يحدث على الأقل على المدى المنظور. أما بالنسبة للقمة القادمة فبطبيعة الحال الآن أعتقد بأن نوعا ما هناك وقفة في أي تحركات سياسية شديدة، لا سيما فيما يتعلق ببيلاروسيا، نعم. بانتظار نتائج القمة الروسية الأمريكية. إذن بموازاة هذا الملف الذي أصبح بين واشنطن وموسكو، ثمة أيضا تهديد من لوكاشينكو للقارة الأوروبية بأنه سيغرقها بالمهاجرين والمخدرات لو قامت بأي عقوبات. سيد سيدروف، إلى أي مدى لهذا التهديد وجاهة؟ أنا لا أعتقد بأن مثل هذا التهديد سوف يترجم على أرض الواقع، لأننا نعلم تماما أن هذه التصريحات التي يطلقها بعض المسؤولين بين الفينة والأخرى في كثير من الأحيان لا تتفق مع الواقع، ولكن الهدف منها ربما ممارسة الضغوط السياسية وغيرها على أولئك الذين يتخذون هذه الإجراءات بحق بيلاروسيا. شكرا لك جزيلا يفغيني سيدروف من موسكو الباحث السياسي.